لا ان شاء الله نازل لما تامر ساب شويه، نازل على قناه تن تي في خلاص ان شاء الله في رمضان. ابتدينا تصوير. انا برضو هقول لك، مش هقول لك ان انا مش متخوف، لا كنت متخوف جدا برضو، وكنت هعتذر عن المسلسل بسبب ان خوفي ان انا يعني ادوار، لما ما فيش احمد فيشاوي وبعدين يبقى موجود ادوار الشخصيه الجديده اللي مزروعه، يا ترى هينجح مش هينجح. لكن طبعا اول اوبشن اللي هو ما تقدريش تقولي لا مع المخرج الكبير شريف عرفة، لان هي انتاجه واخراجه كمان. هو استاذ شريف بيخرج اول 5 6 حلقات او بيمسك الشخصيات يعني، وبعد كده في عمر رشدي هو اللي بيكمل برضو، هو يعني تلميذ الاستاذ شريف وهايل يعني، هو شاطر جدا جدا. حلم حياتي اني كنت اشتغل مع شريف عرفة، فان هو يقول لي انا بحبك وعايزك معايا وبتاع، دي شجعتني جدا. قلت له انا متخوف وخايف، قال لي انا مش هعمل حاجه الا ما تبقى قويه جدا. انا قعد بتاع فوق 2 3 شهر على الورق. يعني احنا كنا المفروض نخش في نص يناير، ففجاه دخلنا نص مارس، كل ده علشان كان الاستاذ شريف عرفة بيظبط في الورق. ميشيل نبيل كاتب السنه دي حاجات تحفه، حتى امبارح لسه نضال الشافعي بيقول لي انت محظوظ ان انت بتعمل تامر وشوقية السنه دي، ان الورق حلو بالشكل ده. طبعا كاست مسخره، مي كساب، نضال، انا بموت في شغل الجراندات، ان انا معايا لطفي لبيب ومعايا رجاء الجداوي وحبيبتي السكره انعام سالوسه، مش عايز اقول لك احنا بنعمل ايه بعض في اللوكيشن يعني، بحبها جدا جدا، لان كان اول لقاء بيني وبينها كنا بنعمل مسلسل اذاعي مع احمد حلمي. قالت لي الله انت مش كنت بتغني؟ انت ايه اللي رماك علينا في التمثيل؟ لن انساها. قلت لها انت ايه اللي مزعلك؟ هو انا باخد ادوارك؟ ده كان اول لقاء بيني وبينها. بعد كده بقينا اصحاب فوق ما تتخيلي يعني، بحبها حب غريب الست دي. عاملين شغل حلو قوي وبنكمل، وان شاء الله في جزئين، جزء هيبقى ان شاء الله في رمضان وجزء ان شاء الله بعد رمضان. وشوشة، الموقع الفني الأول في مصر. رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل، الإشراف العام أحمد الهوادي. www.washwasha.org